الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد متابعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسعد حقيقة في كل لقاء يتجدد بكم. وأفكر وأحتار دائما قبل التسجيل، ماذا أقدم؟ ما الذي يتطلع إليه المتابع الكريم؟ أهو ينتظر مني قصة ماتعة أو موعظة بليغة؟ أهو يريد حكم فقهي أو عقدي؟ أيريد حديث عن الواقع أم يريد شيء من ذاكرة التاريخ؟ وأنا أعلم أيضا أن المتابعين ألوان وإشكال، كبار وصغار، رجال ونساء، أطفال وشباب، كل منهم يتطلع إلى نوع من الكلام أو درس من الدروس. ولكن أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وأن يوفقني وأن يهنه من الصواب في اختيار ما ينفع وما يعينك رعاك الله على المسير في حياتك، وأن تكون على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لك مني قصة عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وبشرهم بقدوم سليل الملوك، بقدوم أحد أبناء الملوك، وهو حجر ابن وائل ابن ربيعة الحضرمي، ملك ابن ملك ابن ملك. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي معلنا إسلامه، وفعلا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له رداءه وعرض عليه الإسلام فأسلم، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وعرض عليه أرضا، قدم له أرض هدية، وأرسل معاوية ابن أبي سفيان ليدله على هذه الأرض. فصار حجر بن وائل يريد أن يرى هذه الأرض التي أهديت له، ومعه معاوية ابن أبي سفيان، ويظهر والله أعلم أن الأرض كانت بعيدة قليلا. فقال معاوية بن أبي سفيان، وكان في ذلك الوقت في فقر شديد، فقال: يا حجر اردفني على ناقتك، لأن الطريق طويل، سيذهبون إلى مكان بعيد والجو حار والشمس حارة، وأنتم تعلمون أجواء مكة والمدينة ورمضاء الحجاز كيف أنها حارة أو شبه الجزيرة بالعموم وما فيه من حرارة. ومعاوية بن أبي سفيان لا يملك شيء، لا يملك ناقة ولا يملك أجلكم الله حتى نعلين، فقال لحجر: أردفني معك. وكان حجر ملك وفيه شيء من الكبر والعلو، فقال: أنت لست رديف الملوك، بمعنى أن الملك لا يردف أي أحد أو لا يكون مع أي أحد، هو أن الإنسان يردف مع شخص يدل ذلك على تواضعه، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من أصحابه، وروي ذلك في حجة الوداع وفي كثير من الأمور، وكان لا يتكبر صلى الله عليه وسلم في مركوبه وفي مشيه وفي حمل متاعه. فمعاوية لما طلب من حجر أن يردفه قال: لست برديف الملوك. قال: إذا ناولني نعليك، أعطني نعال أمشي بها. قال: ويقال انتعل نعل الملوك ولكن انتعل ظل الناقة. شوف، يعني بخل عليه أن يردفه وأن يعطيه النعال، ولكن لك مني الظل وليس ظل، إنما ظل الناقة. وفعلا سار معاوية في هذا الظلال، وقدر الله عز وجل ودارت الدنيا، فإذا بمعاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام، ثم إذا به خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وملك للمسلمين، بل خير ملوك المسلمين. ثم تمضي الأيام، فإذا حجر ابن وائل ابن ربيعة تكون له حاجة ويطمع في عطاء من معاوية بن أبي سفيان، فيذهب إليه إلى الشام. فما كان من معاوية إلا وسع له على كرسيه على عرشه وأجلسه بجواره وتحدث معه وذكره بما كان. يقول حجر بن وائل: تمنيت أني لو حملته بيدي في ذلك الزمان. وهنا أخواني وأخواتي أقف وإياكم مع حلم معاوية بن أبي سفيان، كان يضرب به المثل في الحلم، حتى قيل شعرة معاوية، أي أن الإنسان يسوس الناس بهذه الشعرة. جاء بعض الناس أرادوا أن يختبروا حلمه رضي الله عنه،
فقالوا لأحدهم نجعل لك جعل، نجعل لك هدية إن أغضبت معاوية، لأنه قيل لم يرى غاضبا يوما من الأيام. فذهب إلى معاوية وقال له إن عينك تشبه عين أسماء المنى، وأسماء المنى هي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اسمها أسماء، وسميت أسماء المنى لجمال فيها، فأراد أن يشبه عينه بعين أمه ليثير غيرته وحفيزته. فضحك معاوية بن أبي سفيان وعلم، فقال له اذهب وخذ جعلك، اذهب وخذ هديتك. وفعلا قام هذا وأخذ هديته من هؤلاء القوم، فقال له آخر أجعل لك ضعفي الهدية إذا ذهبت إلى فلان، وكان ذاك يعلم فيه الغضب والكبر، فذهب إليه فضربه حتى مات. فشتان بين حلم معاوية وبين ذاك، قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأخذ دية ودفعها لأمه وقال أنا الذي أقلته، أو بسببي قتل، بسبب أنه لم يوبخ فتجرأ. وهكذا الإنسان إذا جالس الحلماء ظن أن الناس كلهم فيهم حلم وأنهم أهل سكينة، فربما وقع فيما لا يمدح أو تجرأ على بعض الناس الذين لا يوجد فيهم الحلم فأخذ عقابه وجزاءه، بل ربما ظلم بسبب اعتدائه. معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحببت الحديث في هذا اللقاء عن هذا الموقف منه لنعلم ابتداء أن لهذه الأمة تاريخ عريق ولها تاريخ مجيد، وفي هذا التاريخ ذكر للأخبار وللرجال وللمواقف، العظماء والوجهاء والحكماء والكرماء والعاقل ينظر في آثارهم وأخبارهم فيستفيد منهم. فهذه فائدة نأخذها من معاوية رضي الله عنه، كذلك نأخذ فائدة ثانية ومن هذه القصة تحديدا، أن الحال لا يجوم لأحد. كم سمعنا إخواني وأخواتي بإنسان انتقل من الفقر إلى الغنى، أو إنسان انتقل من الجهالة صار مشهورا، أو صار ثريا، أو صار عالما، فلا ينسى إحسان من أحسن إليه وهو فقير، إحسان من أحسن إليه وهو مجهول، إحسان من أحسن إليه وهو معدم لا يرجى منه خير. فلما أغناه الله عز وجل ومكنه أو أعطاه ما أعطاه من هذه الدنيا من جاهها ومناصبها، تذكر من أحسن إليهم. فاحرص رعاك الله إن كنت طالبا للدنيا أن تحسن لكل أحد، وإن كنت من طلاب الآخرة فكذلك أحسن لكل أحد، فلا يدوم حال غناك رعاك الله، لن يدوم. فما دمت كريما وغنيا اليوم أكرم الناس، فإن المال هذا ربما لا تجده إن كنت صاحب جاهد ومنصب، ساعد الناس وقدم الخدمات وتساهل وتجاوز وارفق، فربما غدا لا تكون في هذا المنصب إن كنت ممن آتاه الله عز وجل السعة والصحة فابذلها فيما يرضي الله عز وجل، فربما لا تجدها بعد ذلك. فانظر إلى حال حجر بن وائل، كان ملكا ثم ها هو يطلب العطايا، وانظر إلى حال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كان فقيرا يريد من يردفه، يريد من يعطيه نعل، ثم إذا به أمير وإذا به ملك. فسبحان الله، سبحان الله، كيف يبدل الله من حال إلى حال. فلا تختر رعاك الله بما آتاك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أو ألمح لنا في حديث أن نستغل خمسا قبل خمس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظه اغتنم خمسا قبل خمس؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذه أمور رعاك الله لا يعلم العاقل متى تزول عنه. كلنا يظن أنه يبقى غني دائما، وأنه في سن الشباب دائما، وإن عنده متسع من الوقت دائما، ولكن تنقضي هذه الأمور ولا تدوم لأحد. ولكن العاقل هو الذي إذا ما أوتي شيئا من هذه النعم، أوتيت فراغا أو أوتيت غنا أو أوتيت شبابا
أو أوتيت صحة أو ما دمت على وجه هذه البسيطة، فاحرص رعاك الله على الاستكثار من العمل الصالح وتزود، فإن خير الزاد التقوى. احرص إن آتاك الله عز وجل المال أن تكون كريما، أن تبر والديك، أن تصل رحمك، أن تتصدق، أن توقف، أن تسد حاجة المساكين، أن تسد عثرات الفقراء، أن تكفل الأرامل، أن تكفل أسر الشهداء، أن تكفل الأيتام، أن تسد الديون عن بعض المحتاجين، أو ربما تدفع رسوم بعض الطلاب الذين لا يستطيعون سداد رسومهم الدراسية. احرص رعاك الله إن كنت ممن آتاكه الله عز وجل السعة، عندك آتاك الله عز وجل ما تعين به نفسك من مال، ثم عندك جزء للإدخار والاستثمار. احرص على أن تعمر قبرك وعلى أن تعمر آخرتك. هذه قصة تروى عن امرأة كانت متزوجة من شخص، وكان هذا الشخص يمنعها من الصدقة. هذه القصة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أن هذه المرأة كانت تريد أن تتصدق ولكن الزوج يمنعها. وفي يوم من الأيام جاء طارق يطرق الباب وقت الظهر، يقول أنه لا يوجد عنده لباس يقيه من برد الشتاء، وترددت وإيمانها وطيب معدنها وكرمها واستشعارها للدار الآخرة جعلها تتصدق وأعطته ثوبا. وكان الرجل يقيل في المسجد نائم، فرأى رؤيا وهو في المسجد، رأى أن القيامة قامت بأهوالها، بحرها، بعرقها، بتعبها، بغمضائها، بما فيها من دواهي وما فيها من أخطار وما فيها مما يشيب له الولدان. فإذا به في ظل، في ظل خرقة كأنها علت، وإذا فيها ثلاث ثقوب تأتي الحرارة والضوء من خلالها، ثم إذا هذه الثلاثة ثقوب تسد. فقام فزعا، يوم قيامة وأهوال وأحوال، وما شأني وشأن القيامة؟ قام فزعا من نومه وعاد إلى بيته، فقص على زوجته القصة، أني رأيت أني يوم القيامة وأني في حر وكرب شديد والناس كذلك، فإذا بخرقة من قماش تظلني ولا أعلم، وكان فيها ثلاث خرق فسدت هذه الخرق. فأخبرته الخبر، قالت جاء سائل، جاء فقير محتاج وطلب ثوبا يقيه برد الشتاء، فأعطيته ثوب وثلاثة امرات، فقال لها منذ اليوم تصدقي ما شئتي ودعي ما شئتي. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن في ظل صدقته، المؤمن في ظل صدقته. وهذه رؤيا، والرؤيا مبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. وفي لقائنا المقبل نستكمل الحديث عن الرؤى ورؤيا عن معاوية رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا زال الحديث وإياكم إخواني وأخواتي عن شيء من المواعظ والأخبار، أو شيء من الصور والأحداث التي حدثت لمعاوية بن أبي سفيان. والمقصد ليس سرد القصة وذكرها بقدر ما المطلوب أن نستفيد منها ونعلمها. وأنا أعلم أن كثير من الناس قد خابوا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وجاروا حقيقة وظلموا. سئل الإمام أحمد عن الصحابة، وسئل عن علي بن أبي طالب وعن معاوية، فقال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. عمر بن عبد العزيز يقال أنه رأى رؤيا أن علي بن أبي طالب أقبل على الله في الحساب، فسأله رب العزة والجلال، ثم عاد علي بن أبي طالب فقال أصبت ورب الكعبة، أي أنه كان الحق معه. ثم ذهب معاوية بن أبي سفيان للحساب، وعاد من عند رب العزة والجلال فقال غفر لي ورب الكعبة. معاوية بن أبي سفيان له رب رحيم، وخلافه مع شخص كريم، فقل لي بالله عليك، ما الذي يدخلني ويدخلك في هذا النزاع؟ إن العاقل هو الذي يحفظ لسانه
من الوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوقوع في آل بيته، بل اعلم رعاك الله أن العبد لو علم ما هو مقبل إليه وما هو مقبل عليه في الآخرة إما جنة وإما نار لانشغل بخاصة نفسه بأعمال صالحة وقرب ومغفرة وأن يكف نفسه عن الناس. هذا شخص كان يجمع الأخطاء ويتكلم في أخطاء معاوية بن أبي سفيان، فلما دارت به الأيام احتاج إلى عطاء من معاوية وكان أمير المؤمنين، بل يروى عن معاوية بالمناسبة أنه من حلمه كان يأتيه الشخص ويقول يا معاوية، ولا يقول يا أمير المؤمنين، ولا يقول أصلحك الله، ولا يناديه بالأسلوب الذي يليق. مع ذلك كان يحلم ويتجاوز، حتى قيل أنه لم يرى غاضبا يوما ما. معاوية بن أبي سفيان لما جاء هذا الرجل الذي يتكلم عن زلاته وعثراته في المجالس وها هو قد جاء يطلب حاجة، فقال له معاوية بماذا تتكلم عني أو عن ماذا تعاتبني أو ما الذي تنتقد عليه؟ قال دعك من هذا وأحسن فيما أتيته. قال له تكلم. فيقول الرجل لم أترك حاجة ولا عيب أعيب به إلا قلت به وذكرته. ثم قال له يا فلان، معاوية بن أبي سفيان يقول له يا هذا، ألا يوجد عندك من الأخطاء في خاصة نفسك ما ترجو من الله عز وجل أن يغفرها وأن يتجاوز عنها؟ قال بلى. قال وما الذي يجعلك أقرب إلى رحمة الله أو أطمع في ثواب الله مني؟ أولست ألي من أمور العامة ما هو أكثر منك فأقوم بإصلاحها وصلاحها؟ قال بلى. فلم يرى ذلك الرجل بعد هذا المجلس إلا وهو يترضى على معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نافعة وماتعة وجامعة ولعلها تنفعني وتنفعكم، بل هي مما يدل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تكون مما يعلمه صلى الله عليه وسلم من الغيب الذي أطلعه الله عليه أنه يلي أمر الناس وأنه يكون أميرا وخليفة. قال له إنك إن استخدمت الريبة في الناس أفسدتهم. إن الإنسان العاقل هو الذي يتعامل بالجزم ولا يرتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق فقال له أو أراد أن يحاسبه، قال والله ما سرق، قال كذبت عيني وصدقتك. إن بعض الناس سبحان الله يستقصي، حتى قيل ما استقصى كريم قط. المؤمن الكريم الإنسان العاقل هو الذي لا يستقصي، لا يبحث عن حقه كاملا ويأخذه بتمامه، إنما يتجاوز ويتغافل. حتى قال الإمام أحمد 9 أعشار الخلق أو الحكمة في التغافل. تقول لي أين هذا؟ أقول في حضور الناس إلى العمل. لا تكن إنسان حاد الطباع صعب. يروى عن أحد الفضلاء أنه رأى أن بعض الموظفين لا يأتون إلى العمل في الوقت المحدد، أو ربما استخدموا أحد العمال ليضع لهم البصمة أو البطاقة وهي تؤذن بدخولهم. فما كان من هذا العاقل والمدير الراشد إلا أن أحضر هذا العامل وقال ضع هذه الكروت على الطاولة واستدعي هؤلاء أن يأتوا لأخذها. فكان هذا درسا عمليا ودرسا عظيما جعلهم يستحون من التأخر بعد ذلك. ربما لو كنت أنا أو أنت في هذا المقام لعملنا اجتماع ثم محاضرة ثم لقاء ثم إنذار شفوي ثم إنذار كتابي وبيان عوار ذلك. وهذا حقيقة في كثير من الأحيان لا يحل المشكلة. بعض الناس إخواني وأخواتي يظن دائما أن الحل في المواجهة. امرأة رأت مشكلة أو خطأ عند زوجها لابد من جلسة واجتماع وتحليل لهذا الخطأ وسببه وعلاجه وعهد وميثاق أنه لن يتكرر. لست مطالبة بذاك. زوج رأى من زوجته خطأ، رأى من أبنائه خطأ، رأى من زملاء، تجاوز أخي، تغافل كأنك لم ترى. يا أخي تكرر، يا أخي كرر كرمك، كرر حلمك، كرر تواضعك، تخلق بهذا الخلق. يقولون ما استقصى كريم قط. لا تستقصي الأخطاء رعاك الله. كثير من الناس مع الأسف
يظن أن الحل دائماً بالمواجهة، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. إن الإعراض، إن التغافل من شيم الكرام، وكلما كان العبد موفقاً يرجو الدار الآخرة والآخرة عظيمة في عينه والدنيا صغيرة في عينه هان عليه هذا الأمر. من الذي لا يستطيع أن يتغافل؟ من الذي يقف على الشعرة؟ الإنسان الذي يعظم هذه الدنيا، الذي يعظم المال، الذي يعظم الجاه، الذي يعظم قدر نفسه. بينما الإنسان لو كان متواضعاً، لو كانت الآخرة هي همه وهي أكبر ما في عينه لهان عليه هذا الأمر. ولا تظن أن الدنيا إذا كانت كبيرة في عينك هذا شيء جيد. يقول أحدهم لما زهد في صاحبه قال: صغر في عيني لما رأيت الدنيا كبيرة في عينه. صغر في عيني لما رأيت الدنيا كبيرة في عينه. بعض الناس يا إخوة يا أخوات عاقل جدا، يتسامى، يترفع، يغض الطرف، وهذه أخلاق الكبار. لا تظن أنك إذا وقعت فيها دليل على غفلة أو على ضعف، لا، هذا يدل على كبر قدرك ومقامك، يدل على عقلك، على رجاحة فهمك، يدل على دينك، يدل على حسن فهمك أنك تستطيع أن تتغافل، تستطيع أن تتجاوز. وهذا أمر لا يطيقه الصغار، لا يفكرون فيه، لا يتحملونه، يريد أن يأخذ حقه. فكن رعاك الله ممن ينظر في سير الحلماء. معاوية بن أبي سفيان، زائدة، الأحنف بن قيس، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وتابع التابعين، كثير من العلماء، كثير من الفضلاء، ممن حكموا الناس، إنما سادوا بأخلاقهم. وإن رأيت سيد الأخلاق فهو الحلم، وصفة الحلم لا تتأكد في إنسان إلا بعد أن يختبر بخطأ الجهال. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أخطأ عليه الجهال وهو يمشي ويأكل القديد، بدلما هابه بعض الناس لما جاء إليه قال: ارفق بنفسك، أو حسبك إني ابن امرأة تأكل القديد؟ وكان صلى الله عليه وسلم يمشي وكان يجري وكان يحمل متاعه بنفسه. وهكذا علي بن أبي طالب. إن الإنسان المتواضع والإنسان الحليم لا يعز عليه أن يحمل متاعه بنفسه، ولا أن يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه، ولا أن يردف أحد الناس معه، بعكس الذي فيه كبر وفيه غلظة يترفع عما يترفع عليه ما يقوم به عوام الناس، يرى أن له قدر وأنه مقام. وأنتم تعلمون رعاكم الله خطورة الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، ولا يدخل الجنة في مثقال، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر تمنع الإنسان من دخول الجنة. فهذه والله نصيحة لي ولكم إخواني وأخواتي، أن نتخلق بأخلاق الكبار، أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الأنبياء، أخلاق الفضلاء الذين ربوا نفسهم على التواضع وعلى الحلم وعلى لين الجانب وعلى التغاضي عن أخطاء الناس. وإياك ثم إياك ثم إياك والكبر والغلظة. ولا تظن أن الغلظة والكبر أو الحسد هي مجرد أمراض قلبية، لها آثار ولها علامات على كلامك، على حركة يدك، على إيماءتك، تظهر في غضبك وفي فرحك، في حزنك وفي رخائك. فاحرص رعاك الله على أن تتخلق بأجمل الأخلاق، وأن يكون خلقك القرآن كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.